السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت لأقول لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأذكركم هنا طريقة التكبير وأنتم ذاهبون إلى المصلى يوم العيد. منهم من قال نكبر اثنان أي مثنى، ومنهم من قال ثلاثة. فالطائفة التي قالت مثنى هم الحنابلة والحنفية، يعني تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما المالكية والشافعية فقالوا ثلاث، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والسلام عليكم.